اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي على حضرتك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-303-5-9-1. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال إن شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا أولا وأخيرا ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جايب لحضراتكم عربية شيفروليه ربع نقل موديل العربية 1989 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله، هسيب حضراتكم مع بعض الصور الخاصة بالعربية، وبعدين هقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. يلا بينا على بركة الله. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1989. العربية مسلمة نمر، العربية مرور المحلة الكبرى، العربية الموتور وآلات الجر بحالة كويسة، العربية راكب عليها طقم عدة كاملة، العربية بحالة ممتازة. هقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه ربع نقل موديل العربية 1989، سعرها 25,000 جنيه، سعر العربية 25,000 جنيه. لو حضرتك عايز العربية هتتواصل مع صاحبها على رقم 010-16-401-895. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-16-401-895. ده كان موضوعنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.